وتبقى معنا أمينة مدود مراسلة الغد عبر الهاتف من الجزائر. أمينة، يعني كيف تبدو التعليقات والردود على الجلسة الافتتاحية للبرلمان في ظل أنه غلب عليها الرد على دعوات لإجراء انتخابات رئاسية، مع أنه كان من المتوقع أن تشهد إعلان برنامج الحكومة؟ نعم، افتتح البرلمان دورته الخريفية الأطول لهذه السنة بعد التعديل الدستوري بحضور الوزير الأول لأول مرة بعد تعيينه قبل شهرين، وبعدما كان قد اختتم الدورة السابقة بعرض خطة الوزير المقال عبد المجيد تبون. أهم رسالة في هذه الدورة يمكن أنها رسالة بخصوص التشكيكات التي كانت قد أطالت صحة الرئيس مؤخرا عبر وسائل الإعلام الأجنبية، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي على صحة الرئيس قدرته وقيامه بمهامه الدستورية على أكمل وجه. ننتظر عرض الحكومة خطتها الجديدة في الأيام القليلة القادمة والمرتقب في تاريخ 18 من سبتمبر القادم بعد عرضه وموافقة مجلس الوزراء غدا عليه. من الممكن أن تكون فيه تعديلات طفيفة بما أن البرنامج هو في الأصل برنامج الرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، لكن هناك إجماع على أن الوزير الجديد ويحيى ستكون له لمسته الخاصة في هذه الخطة، أكيد في الجانب الاقتصادي بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر الآن. نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل أمينة مدود مراسلة الغد، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر.